مرحبا الله يعافيكم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ طيبتوا؟ طيبين الله يعافيكم. ما قلت الله يحييك، ما قلت. نبارك للمتزوج الاخ عبد الرحمن، ولاخوه المتزوج، ولوالد العروس. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا الزواج عونا لهما على طاعه الله، اللهم امين. وان يرزقهم الله الذريه ان يرزقهم الله الذريه